عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من دوار ديال طالمزيط من واد درا، يعني من مزقيطة. كنشكركم بزاف على الاستضافة هذه، وكنقول لكم أودي راه كنعانيو بالنسبة للجفاف، بالنسبة للبيار راه نشفو، بالنسبة لواد درا اللي هو كيعطي هاد المنطقة راه حتى هو نشف هذه مدة 3 سنين ولا غادي 4 سنين، والشتا ما كايناش والناس ضعاف، هما تيعيشوا غير بالنسبه لهاد الشويه ديال التمر، راه النخل غادي وكيضيع والناس راه حتى هي كتضيع، وهادشي اللي عطى الله. ولكن نتوما خصكم تعاون تغوتوا بالنسبه للبراش، حتى هو راه كيقولوا نشف ما فيهش الماء مزيان، ولكن كان في واحد الوقت هو كيطلقوه مره في 3 شهور مره في 4 شهور، ولكن دابا ما بقاش كيطلقوه، يعني هادشي الناس مضرين بزاف، و لا الماء الشريب لا بغا يحرسوا الناس مساكن. القمحره واصل 100 درهم في السوق، البطاطا واصله 10 درهم، الماطيشه واصله 10 درهم، البصله واصله 10 درهم، يعني بالنسبه للمواطن كيمشي للسوق مسكين. لا اله الا الله، هذه هي الحقيقه، لانه بنادم مقهور بزاف، مقهور يعني باش هو مقهور، الناس ما عندوش فين، اللي عنده 6 الاولاد و7 فين ما يمشي، ما عندوش فين يمشي والو، قاعد كيترجى الله سبحانه وتعالى وتترجى المخزن يدير شي حل، لانه حنا كاين غير كاين الواد والبراج عامر، ويعني الحمد لله راه كتعيش الناس في البحير ديالها، وتعيش في الجنانات ديالها، وتعيش في النخل ديالها، وتحرث القمح ديالها كيقدو يعني، وتدير الكسيبه ديالها. دابا يعني بنات مسكين اللي عنده 3 النعجات راه كيشري حتى كيعيا، كيديهم للسوق كيبيعهم، كيبقى شاد يديه، وندعو الله سبحانه وتعالى يدير لنا شي تسول ديال الخير. وحتى نتوما راه نتوما دابا حنا هضرنا معكم باش تعرفوا هذا الشيء. هذا الواد ديال اللي كنقولوا على ديال مزقيطه، راه من هنا حتى لمحامين الغزلان راه ما كاين حتى حاجه، راه نشف. كل غير كان الواد غيدخل الماء للبيار، ولكن دابا البيار يعني اللي تيخدم الموتور ديالو يلاه الربع تاع الجعبه، اش غادير ليه مسكين؟ اش غادي دير ليه؟ الناس عياو، يعني عيات الناس، هي الحقيقه. ما قبل ان الناس بكري تدير الكسيبه ديالها ودير المسائل ديالها وتحرت وتقاتل، دابا ما كاين، واخا بغيت تقاتل ما كاين حتى حاجه، راه نخل كلشي دابا غادي وكيطيح.